هي صفارة انطلاق الهارلي ديفنسون تور اوف ليبانون في موسمه الثالث، حيث احتشد 320 عاشقا للدراجات النارية في العاصمة بيروت. أتوا من المناطق اللبنانية كافة، أتوا من المحيط إلى الخليج، أتوا من فرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة. أتوا ليعيشوا 3 أيام في الربوع اللبنانية يتنقلون على دراجاتهم النارية من منطقة إلى أخرى. هالسنة في عنا مجموعة من مدراء هارلي ديفيدسون انترناشونال جايين لأول مرة بيجوا وسمعوا كثير عن التور، بقى حبوا يجوا يشوفوه لأنه في مشروع كبير كثير لسنة الجاي على صعيد المنطقة، صعيد الشرق الأوسط. هارلي لكل ما في كثير أحكي عنه، بس مشروع كبير. هذا المشروع بتموله شركة هارلي ديفيدسون، وجايين عم بيشوفوا الطرقات، عم بيشوفوا الإمكانية إنه ينعمل هون، لأنه مشروع بيستقطب حوالي 20,000 مشترك. كل مرة يعني جالي لبنان ومبسوط فيها باللبنان وهيك، قلنا للشباب يلا خلي بروح يعني بشوف يعني كيف المنظر بلبنان يعني، والحمد لله يعني كل شيء حلو حلو كثير يعني. انطلاقا من بيروت متجهين اليوم لمنطقة جبال، ومنطلع على العقورة، ومن العقورة على عيون سمان أول ليلة. بكل رواق من احلى 3 أيام you could ever see in your life. طبعا احنا عانينا في الخط يعني ما شاء الله يبال، ونزلت امطار، نزلت هذا يعني، هذا مثل ما تقول تحدي يعني، الجو يختلف نهائيا عن الجو اللي عندنا. هكذا كان صباح فريا. فيروز وهارلي ديفيدسون يشكلان جرعة النشاط، فالطريق طويلة من فريا إلى البقاع فزحلة التي استقبلت المشاركين على طريقتها. هاي ثالث سنة نحن بنعملها، وثالث سنة أنا بشارك فيها، كثير حلوة كثير كثير يعني، اللي ما عنده بايك يشتري بايك ليعملها معنا. One of the best. I've ridden all over the world and Lebanon is one of the best definitely. من الناحية الثانية هي مش بس كدراجة، هي جولة سياحية، ممكن نشوف مناطق لبنانية يمكن بحياتنا العادية ما بنشوفها. هاي أول مرة، هاي أول مرة بشارك فيهم، ويا ريت من قبل لأنه بالفعل فاتنا كثير أشياء. عن جد بنصح كل واحد حتى لو ما بيقدر يشتري بايك أتيس يستأجر بايك ويجربها مرة واحدة. اكسبيريانس رهيبة، لك رهيبة عن جد شيء بيعقل. ومن زحلة توجهنا إلى برمينا لنكمل في اليوم التالي الجولة باتجاه الجنوب إلى جزين، ومنها كانت العودة إلى العاصمة حيث كان الاحتفال بالعودة سالمين.